السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، معلش حضرتك انتبه معايا، بس انا موضوعي طويل شوية. لا نستطيع، خليها على الخاص، مدام طويل خليها على الهاتف الخاص. لا هو مش طويل قوي، انا هختصره في دقيقتين، والله مش هطول يعني. انا بس محتاجة فتوى حضرتك في حاجة. انا دلوقتي انا وزوجي بنتطلق عشان خاطر هو كان بيعتدي عليا بالضرب وبالالفاظ وكده، ودلوقتي انا رفعت قواضي ودلوقتي هو رافع عليا دعوه طاعه، لو ما رجعتش مش هاخد حقي، ولا الا كده لا الا ارجع واعيش في نفس الماساه اللي انا كنت عايشاها معاها برضو. طيب. فدلوقتي المحامي بتاعي محتاج ان هو محتاج شاهدين يشهدوا ان هم شافوه هو بيضربني. فهم انا ما عنديش ناس شافتني، لكنهم متاكدين وكان بيوضح على جسمي علامات الضرب. فهو دلوقتي ينفع ان في حد يروح يشهد ان هو كان بيضربني؟ لا، وهو لم يرى. وهو لم يرى لا يجوز، ما ينفعش. ماشي، سلام.